أنا اليوم يعني تفاجأت ببقالة يديرها شايب سعودي عمنا أبو سلمان. صراحة بقالة شبه فاضية، بشوف السبب إيش. شوفوا يا ناس، يا عالم، شوف شبه فاضية بقالة، يعني شوف 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 بالله شبه فاضية، شبه فاضية. لا هذا هو عمنا معناه. تفضل. هلا يا عم. هلا والله. ايش المشكلة؟ والله المشكلة يعني ما ينزل لنا يعني اجل، يعني اذا كان يعني الاجانب ينزل لهم بالاجل، واذا كان احنا سعوديين لا ما ينزل لنا بالاجل. حول ولا قوة الا بالله. يعني شوف حتى الاجانب متحالفين مع بعض، في بقالة جنبك مليان ناس ينزل لهم يعني بالاجل، متحالفين يعني متحالفين معهم. حتى احنا يعني الزباين اذا كان البقاله فيها واحد سعودي شوف لا ما يمرونها. والله العظيم مشكله، يعني المفروض ان نوقف معاه. والله العظيم شوف بقاله هو انت وش طلبك في هذه؟ طلبي اني ان شاء الله اعبي البقاله واشتغل زي الناس يعني. الله يجزيك ايباد، المشاهير ما راح يقصرون معك، وان شاء الله الصوت يوصل ان شاء الله. ان شاء الله. كم رقمك؟ على الجوال. ايه جوال. 055. ايوه. 8. ايوه. 77. ايوه. 61. ايوه. 91. 91. نعم. ان شاء الله الفيديو هذا راح انزله، وان شاء الله الله يوفقك. ان شاء الله. ما ابغى الا دعواتك يا عم. الله يجزاك خير. ما ابغى الا دعواتك. والهمة يا شباب، الهمة. الشاب عمنا أبو سلمان يحتاج الوقفة، كلنا يحتاج وقفتنا كلنا. والله يوفق الجميع. شكرا لكم.